ما حكم الصلاة خلف الصف منفردا؟ لا تجوز الصلاة خلف الصف منفردا، لأن هذا ورد فيه حديثان صحيحان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما قوله لا صلاة لفذ خلف الصف، والحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ألا يجوز للإنسان يصلي منفردا خلف الصف، بل لا بد أن يدخل في الصف أو ينتظر حتى يأتي من يصف معه. نعم.